نحكيو على عجائب والغرائب في بلادنا. نحكيو على شخص حال كابيني عيادة يعالج في الناس تجهيزات ويستقبل في المرضى متاعه، لكن الغريب في الأمر أنه هو ماهوش قاري طب وما عندوش شهادة علمية وما عندوش شهادة في الطب. شنو رايك؟ كيفاش يعني عطاوه يعني لوتوريزاسيون باش يحل كابين كيما هذيا اللي هو يعني يفا سوكوبي يعني بال بال بالعباد بالحياة نتاع البشر الناس وحده يعني باش يضرهم يعني للدرجة هذيا؟ والله أنا يضر لي هكا نظرتي، أنا نشوف اللي عطا لوتوريزاسيون باش ماهوش توريزي وحده يعني ماذا يلزمو يتعاقب، يلزمو يلزم ثم أجل إشراف باش تشوف معاه ويلزم يتحكم. هو توقف وفي بطاقة إيداع بالسجن، أما إحنا نحكيو عليه هو شو خليه يتشجع ويحل الكابيني ويشري ويأجر محل. والله يا أختي هذه راهي مشي أول ظاهرة يضر لي نسمع بها الظواهر هذه برشا، يعني الناس ما عادتش تشوف يعني في الحياة البشرية يشوفوا كان يعني المال كيفاش باش يلمد المال سواء من حلاله أو من حرامه، يعني ما همتوش في الحياة نتاع الناس. هذه معروفة يعني مش أول ظاهرة حسب يعني ما نسمعوا يتوسع، يعني ظاهرة من الظواهر اللي نحن نسمعوا بها دائما، يعني يشوفوا كان يعني شنو اللي دخل الجيب. حياة الإنسان عنده هو ما تسوى حتى شيء. مسألة تجارية يعني؟ مسألة تجارية إيفيدامون، مسألة تجارية. الإنسان مادام يعني ما يعملش قيمة للإنسان للبشر اللي هو ربي عز وشرفه، هو ما عندوش عنده حتى نظرية بالنسبة لهذه. هو نظريته الوحيدة والهدف نتاعو هو يعني باش يجمل المال من حلال ومن حرام ولا لا أكثر ولا أقل. والله برشا هما حتى مش في الميدان الطب، في كل شيء ناس تبدا ما عندهاش حتى صلة لا بالطب ولا بغير الطب، يولي لك هو الكل في الكل. وغلطات طبية منهم. أنا واحدة من الناس هاي صدفة، معناها أنا متعدية كلمتين صدفة، أنا غلطوا لي غلطة طبية ولتو نعاني. شو الخطأ؟ فهمت خطأ طبي معناتها خلالي كعبة كومبريس وخيط لي الجرح بعد ما ولدت. أي نعم. وتو ما عادش نجيب الصغار، وولدي توفى الله يرحمه عمره 20 سنة قعدت لي كل بني. هذا هي خطأ طبي من ضمن هالحكايات اللي تحكي لي فيها تو. يا لطيف، معناها انت ولدت وعملوا بعد ما خيطوا لك؟ بعد ما خيط لي الجرح خلالي كعبة كومبريس، خيط الجرح، رصت لي في الكوما، تعبت برشا، وصلت الموت، وديجا خرجوني في الجرايد لا محاله وقتها. فهمتي؟ ومن بعد كيما قلنا الطب ما يعطوش بعضهم، بعد عملوا لي تقرير، التقرير فيه اللي انا عندي كيست، الكيست راهو ما يعملش، معناها يقصوا لي معناها باش انا ما عادش نجيب الصغار. يا لطيف. عمره ما كيست باش يخليك مثلا يجيبوا الكيست، ما يخليكش مثلا باش ما عادش تجيب الصغار. ينجموا يعملوا عملية ينحوه. فهمت كيفاه؟ هذه من جراء الطب اللي عاملين رواحهم طب، هما ما مش طب فزار، ما هوش طبيب بتبيع من عام، مش لأنه فما طب شرفاء وأكفاء ويخدموا على رواحهم بالكده. حكي لي وضعيتك مدام. هاني حكيت لك كما كنت يعني قد ايه كيفاه فقت بها انت؟ بعد ما ولدت 15 يوم عندي وجايع والكل، ونحس في سامحني وكل في روايح وكل خايبة. رجعوني للسبيطار، رجعوني للسبيطار، عدوا عليا وكل شيء، قالوا لي ما عندك حتى شيء، يرجعوني نضربها 20 يوم لين التعفن وصل لي القلب. احنا ظروفنا تعب شوي في قفصه في الطب. فهمت كيفاه؟ رجعوني، هزني وقتها اخويا الله يبارك له كي حتى تو يرحم ميمتي اللي جابته، هزني للطبيب الفلوس، عد عليا قال لهم المدام هذه مازال لها ثلاثة سوابع طلعت لها المادة، ثلاثة سوابع على القلب، تو حالة إرجون تشوفوا لها حل. أنا راني في الكابيني ما نجمش، معناها عندي باسيونات وكل ما نجمش نهزها معناها للسبيطار، تو تهزوها يلزمها عملية إرجون سينو معناها ما تكملش 24 ساعة. يهزوني للسبيطار، نلقوا قاورية غديكة يرحم والديها حتى تو يبركلها حتى تو ما ننساهاش لين نموت، عملت لي العملية. قالت كيفاش هذه تقعد 20 يوم كيما كا، وانا اربعه طبه في سبيطار ام العرايس، اربعه طبه يتلاقوا عليا اللي يشوف يقول ما فيها حد شيء، ما بها حد شيء. فهمتي؟ يعملوا كل شيء ويقولوا لك ما فيها حد شيء، يغطوا على بعضهم من الاخر. فهمتي كيفاه؟
في اخر شيء عملت عمليه اخرى ثالثه، ما جبتش، جبت بوليد وبنيه. العمليه الثالثه يعاودوها لي ويزيدوني غرز، فهمت؟ حلوا لي كرشي كامله، يعاودوا لي ينظفوا لي الجرح هذاك، ينحوا لي كعبه الكومبريس وتعفن وكل شيء، وبعد ذاك كل يقصوا لي وما يقولوا ليش اللي احنا قصينا لك. لا يقصوا لي باش ما عادش نجيب الصغار. الارحام تبقى ما ينحوهاش، فهمتي؟ ما يقولوا ليش من بعد بدون اذنك، بدون حتى شيء، ما شاوروا حتى واحد، خدموها لي في الليل، عملوا لي العمليه في الليل هكا. بعدها اختي انت كيش عرفت اللي فما كومبريس؟ معناها هما قالوا لك؟ عندي قابله صاحبتي يرحم والديها دخلت معاهم وحضرت وقتها للعمليه وخرجوا كعبه الكومبريس، لكن ما نجمتش تشهد معايا. قالت لي خدمتي تضيع لي، ما نجمش نشهد معاك. انا مش نسبلها زادة، هي انا سيء خسرت معناها سيء، وهي نسبلها معناها في قطع الرزق ما يجيش. قالت لي عندك كعبه كومبريس متعفنه ونحوها لك وسيء وقصوا لك ورجلوا لك امورك. انا اذي كله وقتاش فقت بيه بعد كي فت انا ل 40 وكل شيء باش نمشي معناها نصبر وكل شيء. يا اخي كي مشيت باش نصبر القابله هذه قالت لي اختي راكي راهو سيء راهو من غير. قلت لها كيفاش؟ قالت لي راهو هكا وهكا وهكا راهم قصوا لك وكذا وواحد، علاش ما قالوليش؟ قالت لي ها الله غالب حاسيلو. شكيت تبعت حقك ولا وقت اللي شكيت شكيت خرجوا كان الطبيب هذاك الطب اللي معاه اللي نمشي ونجي نمشي ونجي ما خرجوهمش ولتو يخدموا، فهمتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. جيت الطبيب اللي مشرف على عمليتك اكهو اكهو هذاك نحوه من الخدمه بدلوه في بلاصه اخرى، مش عاقبوه مش دخلوه الحبس مش كذا، هو زازار ماهوش طبيب، فهمتي؟ وانت تو الحمد لله يا رب. عندك بنيه؟ تو قعدت لي البنيه عمرها 23 سنه. ولدك وقتاش وفى؟ عنده 5 سنين تو. اكسيدون. ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه. ان شاء الله الله يرحمه بنوته وهي تعمر لك ان شاء الله. عايشك. احنا الحقيقه العجائب والغرايب في بلادنا يعني خاصه مؤخرا في الفتره الاخيره. يعني ما عادش حتى حاجه ما نجموش نصدقوها، يعني كل شيء نجم نصدقوه. راه منير ذي فلا من سيدي بوزي باش نحكي لك انا على كا صارت مؤخرا هاي بريسك عندها 3 ايام ولا 4 ايام. زوز صغار ولايد عمره 16 سنه ولايد عمره 19 سنه. يعني واحد قاصر واحد لا، زوز خيوة شدوا واحد طفل ضربوه بسواطير وسيوفه. خرج التقرير شيء وصل تقرير ثاني. يعني التقرير اللي خرج من الامن العمومي حاجه وصل للنيابه العموميه حاجه اخرى. 4-5 وثائق نتاع الدلائل تنحوا. يعني نحن في تونس ما عادش حاجه ما نصدقوهاش. مش كان طبيب، مش كان صفه طبيب. الطب ولا المستوى العلمي اللي نشوفوا فيه معناتها 7500 ولا 8000 شهاده علميه مزوره، نسمع كل شيء نحن في بلادنا راه. يعني مش حاجه جديده معناتها. ربي يسامحه ربي يهديه. يعني مسؤوليه الساعه الاول اول حاجه هي مسؤوليه، والثاني حرام عليه عباد تعطيه الثقه وتعطيه يعني رواحه باش تعدي باش تامن له. يعني تامن له صحيته ما يجيش، مش معقول غرايب وعجايب. حسب رايك انت شنو اللي شجعه باش يمتهن الخدمه هذه وهو ماهوش مؤهل؟ والله يشجعوا الطمع، يشجعوا تخجيم المخ، الحاجات الخايبه. انت مثلا كمواطنه تفرق بين انه هذا طبيب بالشهاده نتاعو وهذا لا؟ بيان سور بيان سور. ما لا لا اخي احنا توانسه كل مرض تعجينا بها، يعني تعرف شنو الحاجات اللي يعطيها لك، شنو الحاجات اللي تمشي معاك، يعني اكيد متداولينها، فهمتني؟ الدويات والفازات، فهمتني؟ اش باش نقول لك، ان شاء الله ربي يهدي. ونورمالمون واحد ماهوش قد المسؤوليه ما يتجل تمشي على روحه، احرام. واش باش نقول لك، ربي يهدي وكا هو. غير انه هو يتحمل مسؤوليته معناه في اللي صار، مسؤوليه شكون اخر ايضا اللي صار هذا؟ والله يا وين الرقابه مثلاً؟ مسؤوليه اللي شكون اللي عطاه فوالا الشهاده، وشكون اللي عطاه الخبره؟ هو ما عندوش شهاده. يخدم الرقابه نحملوا المسؤوليه للرقابه في هذا كل. الرقابه اللي عطاته هذا كل. يا لطيف يا رب، شفته تاع الطبيب هذاك اللي مش عارف كيفاش فاقوا بيه. يعني هو تم الاحتفاظ بيه وبعد بطاقه ايداع بالسجن في حقه.
اما احنا نحكيه على هو عليه هو بنات عمي كان مستبع الغرايب راسي هاو شيء كل يوم تسمع غريبه كل يوم تسمع غريب من الجماعه تطوكيها ورجع مرض الكلب وكذا ودرا شنو انا كل نهار تسمع غريبه في البلاد ربي يقدر الخير وبرك طبيب يمارس الطب غير شهادة ربي يقدر الخير وكا واش عندي ما نقول لك هو يستقبل في المرضى وين يدروا علي عاد هم يوحوا يا طبيب حالك هنا عنده بلاك نورمال مول كنترول هو اللي فيق بيه وديجا هم طيحوه شدوه لا فكرة طيبة الحق عاد هذا مش طبيب هذا تبيع حيوانات مش تعبات هو يعالج وطب نفسي وطيف التوحد ويخدم كل شيء اللوم مش عليه هو اللوم على بيد اللي تمشي له ما يتلمش عليه هو وكان فما الناس تبعوا والدولة تبعوا ما كل عام تشد في الحبس اي اما المريض يعني كيفاش يعرف انه السيد هذاك ما عنده الشهادة علمية وما هوش مؤهل باش يكون عامل بلاكة لبرا عامل كل شيء مشكلة 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 كبيرة 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 برشا اما يزم فما تفقد في الحكاية هذه فهمتني لازم يتفقدوا الدولة تتفقد الدور وفهم وديجا الطب معروفين هم الباهين معروفين بالاسماء نتاعهم حتى كي تدخل في تطلب في الفيسبوك ولا في الانوير تلقى طبيب